زيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي 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 قوي، ورب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم ويكون دمنا خفيف عليكم يا رب دايما يا رب. وعايزكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا كومنتات تقولوا لنا فيها الحلو والوحش، وتعملوا لايكات كتير كتير قوي 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 قوي. النهارده انا هعمل فلاده مقلب بصراحه، عشان هي مقطعاني ومبهدلاني بصراحه، كل شويه تعمل فيها مقلب وتضايقني. النهارده انا هعمل فيها مقلب جامد جامد جامد. احنا المفروض اللي احنا كنا شارين شقه من حوالي 6 شهور وكده، وكان علينا قسطين وكده، فالمفروض في قسط ب70,000 جنيه. انا هقول لها صاحب الشقه عايز القسط ب70,000 جنيه، ولو ما عطيتهوش ال70,000 جنيه ممكن يحبسني. تعالوا بقى معايا نشوفوها هي هتبقى اصيله ولا مش اصيله، شوف هي بقى تساعدني ازاي. يلا بينا. انا دلوقتي المفروض اكلمها علشان هي تحت عند سلمى، واكلمها اشوف هتعمل ايه معايا واشوفها هتبقى اصيله ولا لا. اوكي يا ندى 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 ندى، فينك يا ندى فينك يا ندى 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 ندى، يا رب تبقى اصيله معايا. ايه يا ندى؟ ايه يا حبيبي؟ عايزك تعال تعال. انت فين؟ سلمى. طب تعال عايزك. طب خلاص تاني احكي. طب سلام. عقبال ما تطلع تعال نظبط الكاميرات وكده ونشوف ايه هي هتعمل ايه معانا. يا رب يا رب تكون اصيله معانا. باذن الله تبقى اصيله. ادعو معايا يا رب تبقى اصيله، يا رب تبقى اصيله يا رب. أنا مين؟ مش سهلة. مالك؟ مالك يا الساعة يا حبيبي؟ زهقان شوية. زهقان من إيه يا صاحبي؟ مالك؟ صاحبي جيت إمتى أصلا؟ لسه جاي. مالك؟ النهاردة قابلني صاحب الشقة اللي إحنا كنا غدينا منه. حاجة عاطف. أيوه. مالك؟ بيقول لي عايز الشيك اللي هو الأخير ده. هو المفروض يدفع أنت. المفروض كان ميعاده من أسبوع. طب هو مش عارف يستنى شهر؟ هو ده 78,000 جنيه، أنا متأخر عليه برضه. قال لي لو ما جبتهمش بكرة أنا أحبسك. طب ما تقوله استنى عليا شهر بس. شهر؟ قال لي آخر ميعاد لك بكرة. انا مش عارف اعمل ايه، هتجنن والله. مش عارف اجيب له 70,000 منين لحد بكره. طب هتعمل ايه؟ مش عارف. طب حتى مش عارف يذكر شهر؟ الراجل ده كان محترم قوي، ايه اللي خلاه كده؟ هو محترم وحق، هو حق. هو المفروض كنت اديله فلوس من اسبوع اصلا واخر اسم. فكرت تبيع العربية؟ بس لا حرام، لو بعت العربية هتخسر فيها ياما قوي، مش هتلحق تبيعها لبكرة أساسا. قلت له طب استنى اديني أسبوع، مش فاضي. مش عارف، مش مستني على قدي. هو قال لك إيه؟ 70,000. قال لي يا إما ياخد الشقة منك بنص التمن. إزاي؟ يعني انا كنت شايف 600. هو ياخدها ب 300,000. يعني ياخد اللي انت دفعته وزياده. ياخد يعني ممكن مثلا هيديني 230,000 من اللي انا دفعته، من 530 هيضيع عليها 300,000 جنيه. طب استنى كده. طيب يا حبيبي يا رب تكون أصيلة، يا رب تكون أصيلة.
كنت تربحهم وهيجيبوا لك الفلوس اللي انت عايزهم، وده ختم السلطان لوحده ممكن يعمل لك الفلوس اللي انت محتاجها، نص فلوس كمان. لا 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 هتحبس والله. لا انت بتهزر ولا ايه؟ لا والله لا دارك ما مش هبيعه والله. لا يا عم احنا واحد، انت بتهزر ولا ايه؟ ست لا والله. احمد حبيبي انت اللي جايب لي الدهب ده. بيتصل بيا. يا احمد بص يا حبيبي، انت اللي جايب لي الدهب، ولما ربنا هيوسع عليك هتجيبه لي تاني، حتى انا ما جبتوش انا مبسوطه. لا لا ما تحطنيش في موقف محرج ده. طب ايه الاحراج في كده طيب؟ انا هتسجن احسن. يا احمد فيها ايه طيب؟ لا هتسجن احسن ومش هاخد الدهب. لا انت تزعلني منك ليه بقى؟ يا ستي دهبك ده حاجتك انت بتحبيه. يا سيدي خد بيعه وانا تبقى تجيب لي غيره يا سيدي، حتى لو ما جبتش انا مبسوطه والله. يا ندى لا يا ندى لا. عشان خاطري. بس انا مش عارف اعمل ايه. خد والله العظيم بص الخدم السلوتير لوحده ممكن يجيب لك 30 40 الف جنيه دلوقتي. والدهب شوفوا هيجيب لك كام، وانا معايا 2000 جنيه جوه. بس انت الدهب انت بتحبيه بتاعي. يا سيدي مش مهم والله، مش عايزاه والله، انا اهم حاجه عليا انت بس. خدهم يعني؟ اه خدهم والله. وبص كمان خد الميك اب بتاعي بيهم. تظن دوت حبيبي بالله عليك والله العظيم ربنا هيفكها لوحده عشان خاطر. انا خايف ان انا السجن هيسجنني والله. تعالى دلوقتي تعالى انزلوا سوا نبيعهم دلوقتي وتشوفوهم هيجيبوا كام، ويا سيدي تعالى نشوف بس باذن الله هيجيب لنا المبلغ كام. يلا بينا. استنى لا انت هتزعلي. انا ده لا والله العظيم ما هزعل والله العظيم ما هزعل. لا والله هتزعلي. لا انت بتحبي ده بتاعي يا عم والله العظيم. انا مش مهم عندي ده بايه ده يولع. لا يا ندى لا لا انا هتسجن وما اخدش الدهب بتاعك. احمد ما تهزرش. انا مش بهزر. انا الدهب بتاعك ده مش هقدر اخده. مش عايزاه يا احمد والله العظيم ما عايزاه. متاكده يا ندى؟ والله ما عايزاه. يعني مش هتزعلي مني يا ندى؟ لا مش هزعل والله. فيش لما رضتش ارجعه لك يا يعني. سيدي والله العظيم كفايه عليا انت وفيروز وحياه، بس انا مش عايزه حاجه تانية من الدنيا والله. ممكن تروق كده عندك الميك اب كله، بيعه لو عايز. هو تهزري يا ندى؟ يا عم بكره بقى. انت كل وقت تهزري فيه كده يا احمد والله العظيم. عارف لو سبتها على ربنا والله هتتحل لوحدها، بس تعالى يلا بينا دلوقتي. طب هاتي موبايلك بقى ابيعه كمان. ماشي خلاص خده اهو التليفون اهو. زعلانة؟ والله العظيم بالله عليك والنبي. بتهزر ولا ايه يا احمد؟ احتجت اي حاجة تانية؟ بابا موجود وماما وكل حاجة، انت محتاجها فضل. لا لا بس الموبايل بتاعك انت بتحبيه يا عم والله العظيم. مش عايزاه يا احمد والله. انت حاطيني في موقف محرج. انا هتسجن والله احسن. لا انت بتهزر. لا يا ندى مش هتكلم كتير. بس بقى جت خلاص بقى يا ندى بالله عليك. لا خلاص بقى يا احمد والنبي يا ندى بالله عليك. يلا بقى نبيعه بقى كده. يلا انجز لان انا هنزل ابيعه لوحدي والله. يلا انا سامع ما بفهمش فيه، فانزل بيعه عشان ممكن اجيب لك 5000 جنيه بيه بس. يلا بقى. مش زعلانه ندى؟ يا عم مش زعلانه يا عم، انت عايز تزعلني وخلاص. طب انا كنت بعمل فيكي مقلب. مقلب هو مديون هو مش مديون. لا خد الدهب. مش عايزه حاجه خلاص يا بنت. قسط قسط الشقه احنا دافعين انا وانت يا عبيطه. لا يا عم اخر قسط والله دافعين انا وانت مع بعض. يا عم مش ده كان قبل الاخير يا جماعه؟ القسط والله دافعين انا وهي دي هبله. لا حاطط كاميرا. مش حاطط كاميرا. بس انا داخل عليكي؟ لا شكلك. لا يا ندى انا مش عايزه. لا يا ندى. يا جماعة ندى طلعت أصيلة بتعشق الدهب بتاعها والميك اب والله. كنت هضحي بأغلى من الدهب، كنت هضحي بالميك اب عشانه الميك اب. والله ما كنت أتوقع إن هي تديني الدهب بتاعها. طلعت أصيلة. ياخد عيابة أصيلة. أم حسين. أم حسين مين؟ المستقبلة. عجبكم كده؟ يا ابني أنت اللي عامل فيا مقلب. أنا اتعودت أضربك. يلا نقول كلمة؟ يلا تعالى نطلع فوق شوية؟ تعالى. طب انزل تحت شوية؟ أنا طولي حلو، أنت المشكلة. يا رب يكون الفيديو عجبك. وطي صوتك يا حبيبتي. طب قول أنت بقى. لا. قول. يا رب يكون الفيديو. وطي صوتك يلا. يا رب يكون يا رب يكون الفيديو عجبكم والمقلب كمان عجبكم. يلا اعمله كم مرة دي؟ صح؟
70,000 لايك. لا عايزك واحدة واحدة بس بين ايه؟ بشدين كان عايز 70,000 جنيه. اخر فيديو جايب 7000 بالعافية. استنى بس هو بشدين كان 70,000 جنيه؟ اه 70,000 جنيه. يبقى 70,000 لايك. تكتبوا 70 كومنت. 70؟ 700 يا بنت. 700 ما تكونش دعوة بيا دي هبلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون دمنا خفيف على قلبكم يا رب دايما. واستنوا مننا كل جديد الفترة الجاية وانا هعمل فيها مقلب مش هسيبها. مين اللي يعمل في التاني بقى؟ انا هعمل فيك مقلب. المهم انا بحبكم كلكم. يلا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس. I love you كتير كتير. I love you كتير كتير.